الأمم المتحدة تقول إن الحرب خلفت نحو 37 مليون طن من الركام في غزة، وتؤكد أن إزالة الذخائر التي لم تنفجر تتطلب 14 عاما. عشرة الشهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة في ظل تواصل انتشال الجثامين من المقابر المكتشفة بمجمع ناصر بخان يونس. ونتنياهو يقول إن أحكام الجنائية الدولية ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود، واستطلاع الرأي يظهر تأييد غالبية الإسرائيليين لاستقالة قيادة الجيش. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اليوم الثالث بعد 200 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وسط صمت دولي على تلك المجازر، ومظاهرات حول العالم تطالب بوقف الحرب. وفي ظل العدوان يأتي دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار فورا والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن إدخال أطنان من المساعدات للأشقاء في القطاع المحاصر. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر سياسي إسرائيلي رسمي قوله إن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية. وأوضح المصدر الإسرائيلي أنه تم تقديم مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع، مشيرا إلى أن مصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر لفرصة. وشدد المصدر الإسرائيلي على أنه رغم كل هذا لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار بغزة إلا لبضعة أسابيع. كشفت الأمم المتحدة أن إزالة كمية الركام الهائلة التي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة قد تستغرق نحو 14 عاما. وخلال مؤتمر صحفي قال المسؤول الكبير في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بيير لودهامار، قال إن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، وأضاف أنه وفقا للتقديرات فهناك معدل فشل يصل إلى 10% في الأقل من ذخيرة أطلقت ولم تعمل، ما يجعل الحديث عن حوالي 14 عاما من العمل بمئة شاحنة. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34,356 شهيداً و77,368 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في قطاع غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر بحق المدنيين في القطاع، ما أسفر عن وصول 51 شهيداً و75 مصاباً إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. يأتي هذا فيما تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ في قطاع غزة انتشال جثامين الشهداء من المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.
وجرى انتشال 392 جثمانا على الأقل من 3 مقابر جماعية تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس. وتشير تقديرات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين المقامين أو المقيمين في محافظة رفح يقدر بحوالي 1.1 مليون ويعيشون في مساحة 63.1 كيلومتر مربع، وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان. تزداد معاناة الفلسطينيين مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ويتزامن ذلك مع تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة. معاناة أخرى يتكبدها الفلسطينيون مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي على غزة، ليعود فصل الصيف مرة أخرى، ولكن يعود هذه المرة والقطاع مدمر، ويجلس الفلسطينيون في الخيام التي لا تقي من حرارة الشمس نهارا ولا من الحشرات والبعوض والأفاعي ليلا، ويزداد الوضع صعوبة في ظل شح المياه النظيفة. يأتي ذلك في ظل تحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في مخيمات النزوح بمحافظات الجنوب مع اشتداد موجات الحر. الدفاع المدني بغزة طالب منظمة الصحة العالمية بالإسراع في إنقاذ حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين والتدخل لإيجاد أماكن بديلة عن الخيام. الأطفال والنساء الحوامل الأكثر عرضة لخطر الحرارة المرتفعة، لذا تزداد الحاجة إلى المياه، ورحلة البحث عن المياه لا تتوقف مثلما لا تتوقف رحلات النزوح القسري من الشمال إلى الجنوب والعكس مجدداً. فالناجون من القصف يعانون من ظروف الحياة القاسية التي فرضتها آلة القتل الإسرائيلية. قدمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هالا غريت استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن استقالت بعد 18 عاما من الخدمة اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في قطاع غزة. سبق أن أعلنت أنيل شيلين المسؤولة بمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في أكتوبر الماضي، فيما استقال أيضا المسؤول بوزارة التعليم الأمريكي طارق حبش من منصبه في يناير الماضي للأسباب ذاتها. يأتي هذا فيما شهدت الجامعات الأمريكية تظاهرات عدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وطالب المتظاهرون بإيقاف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. ويتكرر المشهد منذ أيام في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث يقيم طلاب خياما في جامعاتهم تنديدا بالدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني المتردي في غزة. أغلق طلاب مداخل جامعة سايت بو المرقو في العاصمة الفرنسية باريس في احتجاجات على الحرب في غزة، مطالبين الجامعة بإدانة التطرفات الإسرائيلية في تحرك مماثل لمظاهرات شهدتها جامعات أمريكية. وردد الطلاب هتافات داعمة للفلسطينيين رافعين الأعلام الفلسطينية على النوافذ وفوق مدخل المبنى، مطالبين الجامعة بإدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي. Thank you.
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون استقالة قيادات الجيش الإسرائيلي بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفة، وذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأظهر الاستطلاع أن 63 يؤيدون هذه الاستقالات، فيما رأى 18% من الذين شملهم الاستطلاع أنه لا يتعين على القادة في الجيش أن يقدموا استقالاتهم، ولم يحدد 19% موقفهم حيال الأمر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة. وذكر نتنياهو أن تل أبيب لن تقبل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة في لاهاي لتقويض حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن نفسها، وذلك حسب قوله. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على قطاع غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. للمزيد مشاهدين حول المساعدات وحركة عبور الشاحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليه من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. إليك محمود. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. يعني المعبر لازال يعمل على مدار الساعة حتى في الإجازات الرسمية. اليوم المعبر يفتح أبوابه لاستقبال الجرحى والمصابين، يتم تقديم الخدمات الصحية الأولية والكشف على الحالات المصابة داخل المعبر لتحديد نوعية الإصابات، ثم توزيع المصابين على المستشفيات المخصصة، سواء كانت المستشفيات في محافظة شمال سيناء، مستشفى الشيخ زويد، ثم مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، أو حتى المستشفيات الأخرى في مدن القناة على حسب الإصابات التي يعني يأتي بها المصابون من داخل قطاع غزة. أيضا نتحدث عن أن المعبر لازال يقدم التسهيلات لمزدوجي الجنسية الذين يصلون من خلال معبر رفح المصري. كل الأطقم التي تعمل داخل المعبر هي تعمل على مدار اليوم. أيضا استقبال الشاحنات، لازالت الشاحنات تتدفق على معبر رفح البري وتدخل من خلال هذه البوابة دخولا إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الشاحنات أيضا التي تصطف أمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري، وأيضا بجوار مطار العريش الذي لازال يستقبل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة. قطاع غزة بحاجة كبيرة إلى الغذاء، لأن برنامج الأغذية العالمي كان قد أشار إلى أن الأسابيع المقبلة سيكون هناك مجاعة حقيقية داخل قطاع غزة، فلا بد من إدخال مزيد من المواد الغذائية، وهذا ما تعمل عليه مصر في تجهيز آلاف الأطنان من المواد الغذائية المختلفة لدخولها لقطاع غزة. وكان آخر هذه المساعدات والقوافل التي تم تجهيزها ودخولها القافلة السابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي دخلت بالفعل إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء هناك.
هناك. فإذا مجهودات مصرية كبيرة تتم لدعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار كل أنواع الدعم. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. تستمر فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأسفرت هذه عن نتائج المنافسات في البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق التي نظمت من خلال هامش البطولة العربية حول حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني، والعراق بالمركز الثالث. استمرت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق والتي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة. فيما أسفرت نتائج فردي السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة، وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة، وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هملة الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة. حيث قام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد واللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفرد والفرق لالتقاط الأوتاد. نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نظمت قافلة تنموية شاملة لأهالي العياط بمنطقة الجيزة. عملت القافلة على تطوير ورفع كفاءة عدد من المنازل ودور العبادة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية قافلة تنموية شاملة بقرى مركز العياط بمحافظة الجيزة. احنا النهاردة عندنا 4 أسقف لبيتين وعندنا 6 وصلات مية. احنا دلوقتي شغالين بأسقف خشب عروق وورق بعاشق ومعشوق. يعتبر نزلنا النهاردة ميزانية 60,000 جنيه خشب ومية بس. السقف بيكلف حوالي 12,000 ووصلت المياه حوالي 5,000. نازلين متطوعين عشان نقدر نسقف كل الحاجة ونوصل المياه. جايين نوزع النهاردة مجموعة الأجهزة 25 جهاز في مشروع تغطية 700 أسرة. هدفنا إن احنا نغطي أكتر من 700 أسرة في خلال 9 شهور. موجودين في قرية كفر حميد بالعياط بنقدم كذا خدمة النهاردة. عندنا إن شاء الله عيني توزيع أجهزة كهربائية، عندنا مجددون تنظيف مساجد، وعندنا براعم دي بتبقى يعني مختصة بالأطفال الصغيرين، عندنا محو أمية، وعندنا رعاية مسنين، وعندنا أسقف وصلات. خدمات القافلة التي تنوعت بين محو الأمية وتوزيع الأجهزة الكهربائية ورعاية المسنين وإعادة إعمار المنازل ومد وصلات المياه والأنشطة الترفيهية للأطفال تركت كلها أثرا إيجابيا على أهالي المنطقة. والله هم جم لوحديهم بس، وجم شافوا البيت وقاسوه
وراحوا جايبين العرش. كنت وصلت في التعليم وانا بنت لحد سنه رابعه، فرحت ما جبتش حاجه رحت قعدت. فجيت لما اتجوزت وجبت اولادي وبقى يروحوا حضانات وكده واجي اذاكر لهم مش عارفه، فاول ما سمعت عن النحو الاميه من جيراني فحاولت ان انا اقدم ووصلت لهم. احنا جايين هنا نتعلم وما نكسبش ولا نسرق ونصلي وما نضربش حد ولا نزعل اللي اكبر منا، ونسمع كلام بابا وماما ونسمع كلام الأستاذ والأستاذة. إحنا بنتعلم حاجة جديدة، يعني بنتعلم إزاي نصلي وإزاي نصوم وإزاي نصلي على النبي وإزاي وما نكذبش وما نسرقش. قافلة جمعية رسالة لأهالي العياط تأتي كجزء من جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية التي تستمر لدعم الفئات المستحقة في كل ربوع مصر. قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنظيم قوافل تابعة لجمعية رسالة في مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، وقامت القوافل بتوزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا إضافة للعديد من الخدمات الأخرى. الايفنت بتاعنا النهارده هو بمشاركه اكتر من 80 متطوع تحت مظله التحالف الوطني. عندنا النهارده كذا نشاط، زي نشاط العيني ده توزيع اجهزه عرايس، معانا تقريبا في حدود 11 اسره. ال 11 اسره احنا بنساعدهم بحاجات مختلفه، زي توزيع مثلا غسالات، اربع غسالات اربع ثلاجات، وعندنا كمان اربع سراير، وعندنا سبع سراير وسبع ملاتة. كمان احنا عندنا فرز الملابس. فرز الملابس دوت هو عباره عن الملابس اللي بتجي لنا تبرع خلال السنه، احنا بنقسمها لكذا كاتيجوري. مثلا عندنا ملابس خاصه بالسيدات، ملابس خاصه بالرجال، ملابس خاصه بالاطفال، وفي ملابس بتكون هي الملابس اللي ما ينفعش نحن اصلا نقدمها للاسره، فدي من تعتبر تالف، وفي ملابس ثانيه هي دي ملابس بتبقى مميزه لتأهلتها جيده جدا. وفي الاخر بنعمل معرض كبير، ده بيكون قبل العيد، والمعرض دوت بيكون فيه الاطفال والنساء بيجوا وبيختاروا اللبس بتاعهم. تمام كده. كمان النهارده احنا عندنا اربع اسر، عندنا اربع اسقف ان شاء الله هيتعملوا، وعندنا برضو وصلات ميه بس في قريه مختلفه عن القريه اللي هنا بعيده شويه، وده بنشارك فيها باكتر من وصله ميه، يعني بكله قائم بمجهودات الشباب. تمام. النهارده نازلين قريه الحوامديه، نازلين نعمل كذا حاجه النهارده، زي توزيع اجهزه عينيه زي ما انتم شايفين. عندنا 11 اسره، وزع سبع سراير، ست مراتب، أربع بوتاجازات، أربع غسالات، وعندنا عروسة إن شاء الله منزل لها غسالة. عندنا إن شاء الله برضو أربع أسقف لأسرتين هيتم تركيبهم. عندنا برضو في بنعمل حفلات لأطفال القرية هنا، بنعمل لهم فقرات تنمي مهاراتهم شوية، عامل لهم جلسات النهاردة يتفرجوا على الحاجات بالفي آر أول مرة يجربوها. عندنا برضو فرز ملابس، عندنا أكتر من 400 قطعة ملابس هيتم فرزها النهاردة، تتقسم لرجالي وحريمي وأطفالي، وطبعا بالاشتراك والتعاون مع التحالف الوطني للتنمية المستدامة. طبعا هم على طول بيساعدونا دايما شهريا كمان، فإن شاء الله النهاردة يعني زي ما انتوا هتشوفوا هيتم تحريك دلوقتي العربيات عشان تروح للمستفيدين. هم هيبقوا في مكان تاني برضو في منطقتين إن شاء الله، المرازيق وعرب. النهارده عندنا في النشاط بتاعنا حاجه اسمها لجنه من ضمن اللجان اسمها لجنه عيني. العيني دي احنا النهارده هدفنا ان احنا ننزل نساعد اسر، الاسر دي هنساعدها باجهزه. المستفيدين معانا النهارده 11 اسره منهم عروسه. ان شاء الله هنوزع سبع سراير وسبع مراتب، وهنوزع كمان اربع بوتاجازات واربع غسالات، ومنهم كمان بوتاجاز عروسه. احنا بعد كمان بنوزع الاجهزه، بيكون بعديها بشهر كمان بننزل نراقب على الاجهزه دي، نشوف الاجهزه استخدمت ولا لا، ولو في اي مشكله في الجهاز بنرجع نتكلم تاني مع المندوبين ان هم يشوفوا الجهاز ده فيه مشكله ونرجع نشوفه للاسره، ولا الاسره بتستخدم الجهاز بشكل كويس خلاص، فده يعني حق المتبرعين بالنسبه ان احنا نوزع عليهم وبس كده. كما نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف قوافل مساعدات لأهالي قرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. تضمنت القافلة توزيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية على الأسر الأكثر احتياجا، وأيضا تركيب وصلات مياه وخدمات متعددة أخرى، وذلك كله بالمجان.
في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني قوافل مساعدات لأهالي قرية أبو الغيطة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. بنجهز الأسر للمفروض أن هي الأكثر احتياجاً، وبنحاول نقدم لهم المساعدات والخدمات الممكنة اللي ممكن نقدمها، سواء كانت أجهزة عينية أو أسقف. الأسر اللي ما عندهاش أسقف يعني بنحاول نساعدهم في الأسقف، وبعد كده في حاجات خدمات تانية زي البراعم، زي مسنين طبعا، زي محو أمية، تحفيظ قرآن. دي أنشطة كتير موجودة عندنا احنا بنشتغل عليها. عندنا 34 أسرة، ال 34 أسرة دول بنركب لهم سقف خشب، السقف ده بيبقى عبارة عن عروق وورق. بنبتدي نعمل استكشاف أول حاجة للأسرة، نشوف الأسرة دي مستحقة ولا لا. بعد ما بنشوفها مستحقة ولا لا بنبتدي نعمل طلبية ونشوف المقاسات بتاعت البيت وكده. وبعد ما بنشوف المقاسات بتاعت البيت بنبتدي بقى نطبق بقى في القافلة النهاردة. يعني احنا المفروض ان احنا بنجمع الأطفال كل سنة في قرية معينة، بنروح القرية بنستكشف الأطفال في البيوت، بنبدأ نقيمهم ونعرف مستواهم، مستوى كل طفل ايه، ونبدأ على مدار سنة كاملة ان احنا ننمي مهارات الأطفال. احنا بنكون عارفين مستواه من اول ما بدأنا معاه، وبعد كده بنبدأ على في خلال السنة ان احنا ننمي مهاراته لحد ما نوصل بيه لمستوى معين، وبنبدأ خلال السنة ان احنا كل فترة بنقيمه عشان نشوف هو وصل لحد فين. تنمية القدرات دي بيكون من خلال تعليم فنون تنمية المواهب، بنشوف مواهب كل طفل ايه ونحاول ننميها. القوافل تضمنت تركيب وصلات مياه وبناء أسقف لمنازل وتنظيم زيارات للمسنين، إلى جانب صيانة المساجد بالقرية وتنظيم مجموعات لمحو الأمية وتنمية مهارات الأطفال. يعني تعلمنا من أول الألف للآخر، وتعلمنا كلمات، يعني الحمد لله دلوقتي بقينا نعرف نقرأ ونكتب. تعلمنا نعرف نكتب اسمنا مثلا، تعلمنا حاجات مثلا نجيبنا حاجة من الصيدلية ولا حاجة نعرف مكتوب فيها ايه، مكتوب عليها ايه. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تشارك به كبرى الشركات إضافة إلى العشرات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا جنبا إلى جنب مع الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية مسجد خضر التابعة لمحافظة المنوفية قافلة توعية لمحو أمية عدد من كبار السن، ونظمت القافلة عددا من الفعاليات بالقرية منها براعم الطفل عن طريق تعليم الأطفال للمهارات المختلفة وكيفية الاستخدام السليم للتكنولوجيا. ووزعت القافلة كذلك عددا من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة. جايين في محافظة المنوفية في مركز مسجد الخضر، إن شاء الله نازلين بمساعدات عينية لأكثر من 20 أسرة، سواء أجهزة كهربائية أو مراتب أو سراير، وبرضه بنعمل دروس يعني تقوية لبراعم بأكثر من 25 طفل إن شاء الله، بنستهدفهم وبنشتغل على التربية والأداب صلاة الحاجات دي كلها. وكمان معانا أكثر من 10 مستفيدين لمحو أمية بنشتغل عليهم طول السنة، لغاية بيقدموا في امتحان محو أمية وينجحوا فيه إن شاء الله. وكمان عندنا فرز ملابس عشان نقدر نعمل معرض إن شاء الله المرة الجاية للأسر بسعر رمزي. يعني جايين النهاردة نوزع أجهزة على الأسر وبراعم، بنساعد الأطفال بنعلمهم أخلاقيات وكده وبرمجة، وفي فرز ملابس برضو. وده كله طبعا مش بيتم غير بعد ما عملنا استكشاف، نزلنا قبل كده عملنا استكشاف. بنبدأ الأول إحنا بنشوف كذا قرية عشان ننزل نشتغل فيها طول السنة، نبدأ إحنا ننزل بعدد صغير 5 أشخاص، ننزل نشوف القرية مستحقة ولا لا من أول عين عشوائية، نشوف استحقاقها ولا لا. بعد كده بننزل بعدد أكبر نعمل استكشافات عامة بقى، دي بنطلع منها استحقاقات أسقف، الأسر اللي محتاجة مية، الأسر اللي محتاجة أجهزة عينية، في مسنين، بنطلع برضه منها حمية ومساعدات براعم. بس بتوع الرسالة اللي بيجوا بيعلمونا ويفهمونا الصح، ونفسي أتعلم أقرأ قرآن وأحفظه وأبقى وأقرأ كل حاجة وأحفظ كل حاجة، وعشان أبقى ما أسألش حد على حاجة أصغر مني وأنا ست كبيرة كده وعندي 60 سنة. أنا جيت هنا نفسي أتعلم القراءة والكتابة عشان أعرف أقرأ في المصحف، أقرأ كلمة حد يجيب لي ورقة أعرف أقراها، أعرف أمضي اسمي في أي مكان منصوب شيء، نفسي إن أنا أتعلم أقرأ وقت.
بدأت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان، وذلك في قرية أبو حمر بمحافظة الغربية. واستقبلت إحدى المدارس بالقرية القافلة بتجهيزات طبية كاملة ومتطوعين من المؤسسة لتقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين. تواصل مؤسسة حياة كريمة دورها الهادف للمساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة. في هذا الإطار نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان بإحدى قرى مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية. إحنا نشاط طلابي بيعمل حاجتين أساسيين، بيعمل توعية عن أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وبيعمل قوافل طبية لعلاج الأسنان بالمجان تماماً في تخصصات كثيرة منها الجراحة والأطفال وتنظيف اللثة وحشو العصب وحشو عادي. القافلة الطبية يتم تنظيمها بالتعاون مع أنشطة القوافل الطبية بجامعة مصر الدولية على مدار يومين، وتستهدف الكشف على أهالي القرية ممن يعانون مشاكل صحية في الأسنان. احنا عرفنا ان كان في قافلة حياة كريمة طبعا بالمجان، خدمة على أعلى مستوى ما شاء الله. طبعا كان بيعاني بألم في ضرسه، فأنا طبعا جينا علشان نشوف ايه الحاله بتاعته، نشخص حالته، فقالك ان هو يعني ايه في حشو وفي خلا، يعني ما شاء الله يعني دكاتره على اعلى مستوى، خدمه ما شاء الله. عرفت ان النهارده في قافله طبيه اسنان بتابعها حياه كريمه، والعلاج والكشف مجاني وكده، فقلت اجي يعني كده نكشفه. كنت عندي درس وجاني وجيت كشفت هنا وعملت حشو. عرفت ان القافله امبارح والنهارده وجيت عملوا لي حشو وعملوا تنظيف، وبصراحة يشكروا ناس يعني فوق دماغنا بصراحة. ولضمان تقديم خدماتها بسهولة ويسر، تم الاستعداد الجيد لتنظيم القافلة من خلال تجهيز إحدى مدارس القرية لاستقبال القافلة من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع أطباء الأسنان بالقافلة، مع توفير كافة الأجهزة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين. حياة كريمة ما بخلتش بأولادها وجدعانها إنهم يقفوا معاهم مع الدكاترة ينظموا للناس. كانت قافلة ممتازة من امبارح والنهاردة احنا معاهم. قافلة الأسنان دي أول قافلة تنزل محافظة الغربية، ما نزلتش قبل كده إن في قافلة نزلت تخصص أسنان فقط. يمكن لأول مرة المؤسسة حياة كريمة تنسق أو تعمل قافلة للأسنان بس تخصص أسنان فقط. وهكذا تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم خدماتها للمواطنين الأكثر احتياجاً، مع العمل على توفير كافة أوجه الرعاية لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهدت قرية الكاشف التابعة لمركز الزرقاء بدمياط تنظيم قافلة طبية شاملة، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 11 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقات الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج، ذلك كله بالمجان، بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. معانا 11 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود، طبيب أخصائي واستشاري، بالإضافة لفريق طبي على أعلى مستوى من التمريض والصيادلة والإداريين والفنيين، كلهم هدفهم إن هم يقدموا خدمة متميزة للمريض. معانا تخصصات طبية مختلفة زي البطنة، الأطفال، العظام، الرمد، الجلدية، الأنف والأذن، النساء، تنظيم الأسرة، كل الخدمات مجانية. جيت أنا النهاردة كشفت أنف وأذن وحنجرة، الحمد لله اتلقيت المعاملة أحسن معاملة، والطاقم الطبي بيعامل المرضى أحسن معاملة، والكشف بالمجان، ودخلنا الصيدلية خدنا العلاج بالمجان. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، مع نشاط
للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والبنك البحري وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة. الآن نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا السبت، وذلك في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. نهاية النشرة، إليكم تذكرة بالعناوين. الأمم المتحدة تقول إن الحرب خلفت نحو 37 مليون طن من الركام في غزة، وتؤكد أن إزالة الذخائر التي لم تنفجر تتطلب 14 عاما.
عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة في ظل تواصل انتشال الجثامين من المقابر المكتشفة بمجمع ناصر بخان يونس. نتنياهو يقول إن إحكام الجنائية الدولية ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود، واستطلاع للرأي يظهر تأييد غالبية الإسرائيليين لاستقالة قيادات الجيش.